بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسلم أجمعين. أما بعد، وعشر كي فقهها دورني أن كبرني فقه العبادات عشر كي نود به حكو صعب سنة باب الوضوء ويسقاتك هي السدى لو ويسقات يوحياوا فرصك أمرك لو ويسقى هذا ناي إيوه وحس النضأة هي الشروط ويسدى إلا ذا أنت وحكو صعب هذا ناي باب الوضوء وحكو صعب هذا ناي مرك هل كان وحكو قال دونا مسألة أما أرهن حرير للي ويسدى حرير للي قولي لهذا باب المسح على الخفين باب المسح وحبا بهاي مسح على الخفين لبدا خف لمسح خف كوحا لرادة وح حركة سميسان سيدي كما عملو سميسان وحوغا سيدي كبهانا وما قسلا لكن سيدي سوكسياد وكلا نسكال سيد وحانا دهانا وكلاوي وحركة سميسان ايا خف لرادة oo qaboobaha ay ka gashadaan carabta oo aan weligeedba la gashan jirin marka kabahana markaas ayaga sida hadda annaga socks u isticmaalno oo kale kabaha markaas waa gashanaysa marka ayaga la bisato kadib marka almasu ala alkhufayni labada khuf masxidoodii buu u baabiyay yani labada khuf waa labada yani socks oo kale labada scarves oo kale baabki sidii loo masxi lahaa masxidda marka waxa la yiraahdaa gacantaadu qoyan inaad korkooda aad mariso maaha in la dhaqaayo waxaan soo marnay lugaha waa la dhaqi jiray marka weysada faradkeeda waxaa ka mid ah in lugaha la dhaqo dhaqiduna waa in biyaha inta lagu shubo la marmariyo gacanta taasaa la yiraahdaa dhaqida marka baabul masxi cala alkhufayni yaayuu halkan شيخ وكبر الله بدونا مركا سدح يعني ضابط يا أيا معركتي ونوشي قدنا ما سدح قاعدة تنكوات وحوية شروط المسح على الخفين شروط المسح على الخفين انت على الوضع خف اما لا اسكال صدع على المسح من وحا كون رأي وشردية وحارة الشردية وهدين لها لمركا لمسح كرم طلبات مبطلات المسح على الخفين حديو اسكال صدي اما خفك لما صحو محاكا بولين كرا تنسدعات مدد لما صحي الى اقورت انت الا اقايل لي اقول يا هاي حدان انا المسحو يعني المسحي وحالقيا ما انا قاركين اركتين دد مركي ويسي سنيان oo gacmihi soo dhaqeen wejigiiyo dhaqeen gacanta midigiiyo dhaqeen tii midaxda madaxii oo masaxay meeshu cagta dhaqi lahaa ayuu gacantii soo qoyan buu iskaalsada yacni kor ka masaxaya gacantiisi kale oo iyadan qoya midaxda iyo iskaalsadii midaxda korkeeda marinaya kadibna khalaas meeshii uu dhaqi lahaa masax bay isu bedeshay masaxaas weeye marka waxa laga hadlayo ma garatay masaxas ayaan ka hadlayna marka axkaamta ku tacaluqda baabkaas ayaan baranaynaa marka cilmi in loo yeesho wey dad waxaa jira ay moodayaan qofkii iskaalsa gashadaba inuu masixi karo aynan aqoonin intee in la eg muddo ayaa la ogol yahay in la masixi karo muxuuse ku burayaa ya oo kadib haddii uu buro aan la masixi karin waxaasoo dhan aqoon bay u baahan tahay waxayna haddaadan aqoonteedi lahayn oo iskama masaxdo oo daweysadaadii aan ansaxin salaadaadina ma ansaxin salaadaadina ma ansaxin way marka hore aan dul maro kadibna faahfaahinteedaan u imaado baabul masxi cala alkhufayn labada khuf masixidoodii baabkoodii wey wa fiihi thalaathatu dawaabit waxaa ku jira baabkan saddex qaacido ama saddex يعني ضابط وين قفكو إنو فهم أيو بعضها الضابط الأول
مقاعد الكوات ومضابط الكوات شروط المسح على الخفين ثلاثة شروط مركع خفك أم إسكالسة لما صحي وسدح شيء شروطه سدح شرطي يلا شرطية حدي أد حل كم إذا اللواي ده لما مسيح كروين لس أنت لسكس صار إسكالسة دي أما خفك لوك تلا بقى يعني مركب مسيح تصور قلمة كو لبسهما لبسهما يعني لبدا إسكالسو أما لبدا خف واللبس الشدودة بعد كمال الطهارة مركي مركو هرئات كويسي ستي يعني ويسد ميسترن يا الطهارة المائية بي نظيفين توضا إن ويسي ستي معناها حلقة وضا أنا ساك شقا أصعدا صلاة دي أكعي وان ويسي ستي ويسد ميسترن بان ويسي ستي عقيه وان باقي مركان باقي صلاة دي صباح وان تكذي شقه ده وان رواينا هذا يعني وحا سيسيان قشدي هم اسكار سوين بان قشدي كبه يبوت كان قشدي شقه ده بان عادي دور كي مركي اللي قاري ايان او بعض سولي سولي بان قلي ويسي ده يدي تكتي انا ويسي استان روا سيان صلاة دي دور كنتو كده وان ويسي استي مركا مركا انو ويسي استي وقعميه بسم الله عيري قعميه دقي وجيه دقي لغلقضي صندار صدي وجيه دقي صدع جير قعنتي بذي التلقي بذي حدا دقي ماذا حي ما صحي ايا قعنتي ذو قويا بيه انت سا اوقو يقول لكم ايا قعنتي ذو قويا من كرك وحنكم صحي خفكي اما اسكار صدي اما حتى بوت كبوا وين او الائي قرنا يدي جيران انقوا واسوق قليا يقنا كبؤوا يعني قرنا إلى إيو أنقوا دبولا يديهن ويجلب تذو كركو دام الصحة كرتا مركا لبسهما مركا محل إيو أقبل عاد إنا المسحة محايا لمركي هرئي أن سوق جشنا يس سوق سيادا أم إسكال صدا أما خوفك مركي أن سوق جشنا أنا ويسقا بان سوق جشنا لكن أذون ويسقا بان هردان كسو التوصي أما سلاة الصبح كدب واسي حدي ويسدي واجبتي وصوت توصي مو ويسي سنين واللبستي خفكي انقش يعني لبستي اما سكار سدي بان قشدي وان دقاجة وان دقاقي وان دقاقي سكار دقاقي الظهر كي ممسحي كرا ممسحي كرتي محايلي مركي اتصوك قشني سكار سدا اذون ويسقى بين بان قشتي مسألة سواء مهم ان الفهم لبسهما بعد كمال الطهارة المائية لبضاسي يعني إن لبضو ضبا للبستو مركي طهارة بي أو لويسيستي يعني ويس أو بي لويسيستي كذب يعني لقشري يعني للبستي يعني وإني أهاتا مركز ويسيدي قفك أي كجبتي مركز لبضو لويسيستنا يوم المسيحكا لب شردق لبض ستره ما لغالي بمحل الفرد إني أستريان ماشي فرضك ويسد مركل بقاي لغها الى اي حقي فرضه وصمرني يا وارجلكم الى بحيري الى الكعبين صومين الى الكعبين الا يعني قويه وارجلكم الى الكعبين يعني قعما ان لغها لدقه الا يعني قويه واتي ان سو شيغني مركا خوف كان اما سوكسيبا وان الى يعني قوق اي قرنيا لكن هذا حا صباح إسكال سوين أد 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 وكهوسي عن قوي ما قرتي وعن قوي بنانكو يلا ما لا مسيح كرا لا ما مسيح كرا وحاول سترهما لغالب محل الفرض أما غالب كيس أنت سبضوا عيني قرن أيام أما كل يس قرن أيام تنسدحات طهارة عينهما خوف كل نفسي زوينه طاهرية هذول نجاسية هنا سوكسيدي أما خوف كل لقشنا هذول نجاسية يا أما حرق خنزير وياي أما كذا أما بحو أما نجاسة يعني واحد نجاسي سمع الله قال نظيف النجاسة دي أيتها مركز نمر بسمك ضابط كلابات حويا مبتلات المسح على الخفين ثلاثة وخفك واحد بوريناي أنا خفك مسحي مركزته أنويزي سناي محا إيجا بوريناي محا بوريناي أنا مسحك بورينتي
masixidii waxa burinaya maxay tahay waxa weeyaan ku alxadathu alakbar xadathkii weynaa alxadathu alakbar waxaa la yidhaahdaa hadday kugu timaado arrin qubays kugu waajibinaya hadday kugu timaado arrin qubays kugu waajibin kara hadday kugu yimaado hee markaa lama dhahay waan masaxayaa qofkii maxaa yeelay inaad qubaysato adigoo dhanba biyaha ay ku wada gaaraan baa rabaa xadaska akbarka masalan waxaa ka mid a labadii isqabayba isu galmooday labadoodiiba inay qubaystaan inta ayna salaadi tukanin marka hadday sidaa tahay khuf markaasi khufkan masaxayaa ma jirto waa inaad siibtaa oo adigoo dhan biyaha marka ku wada gaaraan xadathu alakbar hadduu yimaado xadaskii ama dhacdadii weyneyd ee waajibinaysay qubays haddii la helo khalaas markaasu masixid ma jirto waa buray waa kaa buray macnaha masixi aad masaxaysay waa dhamaada waa in la bixiya oo la qubaysta tan labaad inqidaau lmudda muddadii aad masaxaysay baa dhammaatay ma aha markaad adiga iskaalso ama khuf aad korki masaxaysay ila labad maaha intaad doonto weliga yani lugaaga hadday ku jiraan intaad doonto maaha qofkii magaalada degan waa u imaan doonaaye maalin iyo habeen baa loo ogol yahay 24 saacadood qofkii musaafir ahna 3 maalmood iyo 3 habeen baa loo ogol yahay haddii marka waqtigii uu dhammaado 24 saac kadib masixii ma wadi kartide waa inaad iska bixisa oo lacagaha dhaqdaa muddo kalaa ku bilaabmaysa haddana 3 khalcu lmamsuuxi calayhi wixii la masaxay baad iska siibtay waad siibtay ya markaad siibto oo cagihii banaanaadaan haddana inagoo ku ceshanaya si aan u masaxo maya marba haddaad siibtay marka inaad masaxdo iyadana waa burtay yani marka waa inaad weysaysata oo cagaha dhaqda gashata markaas kadib baa lagu ogolyahay 24 saac haddaad magaalada qof degan tahay haddaad musaafir tahay 3 maalmood 3 habeen daabitka 3aad waxa weeye yamsaxu lmuqiimu yowman wa leyla qofkii magaalada deganaa habeen iyo maalin ayuu masaxayaa khufkiisa ama iskaarsadiisa qofki hadduu magaalada degan yahay sida annaga aan nahay oo kale haddaad masalan markii goormayna ka bilaabmaysaa muddada tusaalihi dib ugu noqono tusaalihi hadday markii aad subaxii gurigaa ku weysaysatay adoo weyse qaba khufkii labisatay ama iskaalsadii labisatay oo weysadii markaasi ay kaa jabtay yani intii u dhexaysay duhur iyo subaxii ama duhurkii bay kaa jabtay hadda marka waxaa rabtaa inaad weysaysato oo salaad duhur u weysaysato markaas maxaa lii ogol yahay waxaa lagu ogol yahay inaad masaxdo intaad lugaha dhaqi lahayd inaad khufkaagii ama iskaarsadii aad masaxdo kow markaasi ya aad masaxaysa ayay ka bilaabmaysaa muddada markaas aad masaxday ayay ka bilaabmaysaa 24 saac kasoo wareegji marka beri duhurkii ayay muddada kaa dhamaanay 24 saac yowmin wa leyla yani macnaha galabta haddii weysada kaa jabto waa masaxaysaa maqribka sidoo kale cishaa sidoo kale subaxii sidoo kale haddaad iskaarsada ku seexato aadan iska saarin ilaa beri duhur duhurka markii la gaaro hadday weysada kaa jabto waa inaad bixisaa oo dhaqdaa luga cagaha dhaqdaa markaas walmusaafiru 3 ayaamin wa layaalihim qofka musaafirka ahna 3 habeen iyo 3 maalmood intaas waa duduubkii aan usoo noqono marka faahfaahintii way baabu lmasxi cala alkhufaan alkhufaan waxaa leeyahy horta sababka sheekhu uu baabkan uula xiriiriyey weysada waxa weeye liannahu xukmun yatacallaqu biaxadi acdaa'i alwuduu xubnaha weysada ka mida xukun ku tacalluqa ayaa baabkan uu ku saabsan yahay oo ah cagihii la dhaqayay in la masaxo sidaa darteed yani ayuu weysadii raaciyay khufaanna waxaa la yidhahdaa maa yulbasu cala rijli min aljuluudi wayalxaqu bihima kullu maa yulbasu calayhima waxa la labisto oo
لوكت لجيلي او كسر ميسر هرق ايا خوف لرادا خوفان لبضا مركا لبضا خوفان ولبا خوفنا وامد وها مركا لهالشينا معناها سكالا وها لويه عجاها لجيليو او استوراي يا حبي الا ايو قدر كي فرض كاي لا دقاي مركا و يا علماء المسلمين تو وحي كو اجماعين اسكو راعين اني بنانتهي يعني ان لما صحو خفينك عمل او اسكار صدا قفك هدي مسافر يا هدي وجوجبا هدي يعني الشروط دي لغا هلو مخو اها انو مسخي كان يعني مركا اد يا بو مهم يا يعني مساله دا اهل السنه هنا ادي اد بي بمعرفتي او هادلان خوارج من اللي رادوا إياه شيعة يا إنكرتي لكن وركوذي يعني تر يعني قيمة ماله علماء السلفكم وحي أجهد للجنين كتب عقيدة إنه وحنو شيعة عقيدة كم إذا وياهيو يعني مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهادي بعضه وحيا أحاديث متواتر كا أحاديث متواتر متواتر وحل هذا حديث كا نبي كوريين دد آد وفر بدن دد كاسنا كوريين دد آد كلا وفر بدن كواسنا دد آد وفر بدن حديث كا نوع عسوك لا ومر والبول لو ورينا دد آد وفر بدن أي ورينا يان وحطوا سيا شيء صح وياهي أو وركو دد فر بدن وركي إسكسي وحو وريان وحا مستحيلة وانصورة قال إنه يبين إنه يكون شيئان أي معرتي أي صورة قشو عقل من بقول قف أو هل ورسو ورسي إنه كل ودها أي رادان بين عن ودا شاكنا ياه مستحيل وي مركة ورك نوع عسكوي ماذا متواتر لي رادا مركة أحاديث متواتر ونوع عسكوي تمدو حكم إذا حديث من كذب حديث أو نبي عليه السلام ويري من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار قفك اني يعني وبين ابورته وحنا اني دي النبي محمد يري يراده نار تمشو كغلي لها او مشو كفرسن لها وديار غرو يعني قفك النبي بين كشيغ ويرا قال رسول الله رسول كسيدا يري اني انا ان دي ويري نار تمشو كغلي لها وديار غرو وحا كلو كميدا حديث متواتر كوس طريقه نوع لو وري كتمد من بنى لله بيتا قفك إلهي قولي أدسة الدون كان يعني مساجد السجن قولي با إلهي جنة أدسة وحكى له كم إذا حديث تتسيسي ذاتك المؤمنين تأني أركي دونان إلهي ما نت قيامه جنة يكون أركي دونان حديث باب تسكتب متواتر وين سيدوك الشفاعة إن شفاعة يجرته أو إلهي قدتك قاركود وإن الشفيعان يعني هو يدمي دونه ذاتك قارن الله شفيعي دونه سيدوك حوضك إيو درك لو أرورا حوضك النبي عليه الصلاة والسلام وذاتك أيه معرتي أيه أومان لبن وقت غاس يعني قفك إلهي وكسي يعني لو باهي اللعبه قفك مركا كعبا وسوي ولي يدبت مقومي دون وحكم إذا خفينك الله مصحه إذن حديث متواتر كجرتا مركا إلى أفرت الحديث باكسو أرارتي يعني أوكو أروني الحافظ الزيلعي كتاب كيس نصب الراية كتاب اللي رادو الحافظ الزيلعي حاهنين عالمة مقع عاسا لقيا وين اللي يبتن الزيلعي ومدينة الزيلع في الصومال يا الحافظ الزيلعي وهو عالم فقيه محدثة ولو مذهب كيس أو حنفي وياه مصر بكل انتي مع يعني آد يأد علماء دي ووينت كتاب كاس سقى قرية لنصب الراية يعني وعلماء دي هراء مركب حكوا تزيد ودن كان إنا يجرين مقالوين أهان جري مدارس علمية يعني ما يلقوا علمية ولو آخر الصدد علماء يجوغان مركا الحافي الزيلعي يعني نسبة إلى الزيلع أيام أرتي الشيخ أيام أرتي إلى أفرت الحديث بوشيغي وكسو أرتي بابكاس
marka culimada san sheegney way isku yani way ku ijmaaceen in la masixi karo muxuu ahaa yani خوفك إمام نووي حول معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة إلهي سورة المائدة وحكوية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مركي مسح لقاه الله ماذا حين مسح وأرجلكم عبيهنا نطاق أرجلكم مركي الله أمتد كردكم وحيكو عطفنتها فاغسلوا وجوهكم إيه وأيديكم وجه إيه قامها نطاق وحاجرت القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم والله امتخص لغيس مركز وحين نقول إنسا مصحة ماذا حين إيو عقهين مركز آيات لفت يدي با لو دليشن كرا مركز آيات لفت يدي أيا لو دليشن كرا أيا لو دليشن كرا ما مركز دي اللي رادو ساسو كرا مركز شروط المسح على الخفين ثلاثة شروط مركة أو لجربه مركة إلا مسح هاي خفين وسدح سد حوق بدن أقواش على العلم جاه أو معرتي كو وحير لبسهما بعد كمال الطهارة المائية إن لبسته أو لحرته يضعه بي لجويسيستي بي لجويسيستي وحنود دليل حديث مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما حديث كذا البخاري مسلم صوص عليه مغيرة بن شعبة صحابي الإرادة أيا وحير كنت مع النبي قال للصعدي في سفر سوى سفر كجرة فتوضأ النبي مركي وقتي صلاة اللي قاريب ويسيستي فأهويت يعني وأن سسو قذي فأهويت يعني السلاسة سسو قذي محاوسو يعني نبي ويسيسرا يرابعينو بيه أم أبو الشباي مركي عقاها اللقاري فأهويت وأن سسو قذي لأنزع سيان أغسيبو خفيه لبدي خف أما لبدي يعني سكس وحل اللويس يعني عجيز وكل بسنا خفين كبان دمعينا كسار سيو عجح وضخه فقال النبي ويري ويري دعهما مغير اسكدا حكسار عجح فإني أنا أدخلتهما لبدا خفوان قشي عجح طاهرة تيني أيجو طاهرة أيجو يعني عجيه طاهرة وأن بقي وأن ويسيب لبستي وحب هذا إن اللي صار له ما بعناه وان مسحيا فمسح عليهما نبي كركو كان مسح مرك حديث كاس مرك وحا لو دليشدي ان مرك هوره ادي ويسقبي ان غش ان غشتو خفينك اي 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 تهي شرط دي قوات سي لو غو اوغلاده مرك دمبه ويسد كا يعني جبته ان اد مسحده ابن المنذر وحي اجمعوا على ان كل من اكمل طهارته وحي كوي ما عينها مسكر عن علماء قف كسو ويسد سبميسر ثم لبس خفيه لبس خف لبسه وأحدث ويسد مركع كبرته أن له أن يمسح عليهما إن مركع مسحه تاسواه شرجي كواد طلبات ستروهما لغالب محل الفرض يعني لوضع خف وإن مسحان ستروهما لغالب محل الفرض ستروهما لغالب محل الفرض يعني إن أستريا لوضع خف لغالب محل الفرض يعني محوها محل الفرض هو يعني ماشي عن قولة بدن كيسو وإني دبولة يعني يا سيدة صا على الراجح من أقوال أهل العلم يا سيدة حوق بدن علماء يعني الرأي أراضوا أنه يجوز المسح على الخف خفك إن لم مسحين بنانتهي بشرط أن يكون ساترا شرط وحايا لكن أسترعي لغالب محل الفرض يعني محلك أما بوسك فرضك إن لقائي أحد يعني إنه بذل كيس وأسطوري كاس مذهب كاسنا مذهب سفيان الثوري يو إسحاق بن راهوي بن المبارك بن عيينة يو علماء كلا سداس أيامك الشرد يعني وايه تنسد حد طهارة عينهما
labadan lama saxayo cayntoodii naftoodii inay daahir yihiin oo marka waxaan aan saxaynin qofka muslimka kaan saxaynin inuu masaxo khuf ama iskaalso ama sokisyo nijaasa ah ya nijaasa ah sida maalan harag aan la magdin oo kale harag markii la magdiyo ayuu daahir ah laakiin haddaan la magdinin weli oo aad khuf laga dhigo markaasi haddee lama maarto ama harag ey ama khanziir iyo ama marya nijaasa ah saasoo kale intaas marka waxaan ku fahmay shuruudii iyo adiladeedii iyo macnaheedii mubtilaatu lmasx cala lkhufayni halaaa waxa gurinayana yani mubtilaatu lmasx cala lkhufayni almasx cala lkhufayni waxa gurinaya saddex wey saddex shay haddaad ogaato ama aad aragto markaas waxma masixi kartide iska yani cagaha dhaq qowluhu alxadathu lakbar yani dhacdadii weyneed xadathu lakbar waxaa layihahda maa yuujibu lghusl hadday kugu timaado wax ubays kugu waajibanaya kaas maxaa layihahdaa alxadathu lakbar yani waxaa la rabaa istilaaxaadka ama ereyada maaragtay erey bixinta maadada fiqiga inaad barataan alxadathu lakbar iyo alxadathu lasqar iyo ma garatay alxadathu lasqarna waxa weeye wixii kugu waajibanaya weyso haddii qofku ay neef soo dhaafto ama waa seexday yani waxaa leeyahy xadathu lasqar si uu tukado weyso unbuu u baahan yahay laakiin qofkii haddii yani ay timaado galmo ama shahwo ka timaado waxaas oo kale taas waxay noqonaysaa alxadathu lakbar qubays mooyaane kuma filna in yani la weysiisto oo keliya xadiika marka xadathu lakbar waxaa u daliila xadiidkii safwaan ibnu casaan qaal kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam yamuruna ida kunna safaran an la nanzica khifaafana thalaathata ayaamin walayaaliyihinna ila min janaabatin walakin min ghaa'itin wa bowlin wa nowm xadiidkaas yani waa xasan akhrajahu imaam axmed waatirmidi wabnu maaja waannasaa'i wa saxaxahu ashekh lalbani fi lirwaa marka halkaa waxaan ka fahmaynaa xadiidku wuxuu leeyahay safwaan ibnu casaan kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa yamurunaa midna amraya idaa kunnaa safaran haddii aan safar nahay an laa nanzica khifaafana khufkeena inaanan siibin thalaathata ayaamin saddex habeen iyo walayaaliihinna iyo habeenadooda yani waa muddadii qofka musaafirkaa loo ogola inuu masixi karo marba haddii uusan iska saarin ilaa min janaabatin janaabo hadday timaado maahane janaabo hadday timaado haddee qubays baa la rabaa marka waa in la bixiyaa waa in mar la bixiyaa walaakin min ghaa'idin ha yeeshee yani ghaa'id saxaro iyo wa bowlinkaadi iyo wa nowmin intaasu waa wixii weysada burinaya kuwaasi hadday nagu ay jirto waan masixi karnaa laakiin janaabo hadday timaado waa inaan bixinaa oo aan maaragtay aan qubaysanaa marka waxaa loo daliishanaya waxa weeye nabiga caleyhi salaatu wasalaam muunan amrin bikhalci lkhufayni in layska siibo labada khuf ama iskarsada ilaa wixii qubays waajibinaya in la helo mooyaane ma garatay qubays wixii waajibinaya in la helo mooyaane waaye shardiga labaad inqidaau lmuddati muddadii baa dhamaatay ama intihaau lmuddati muddada hadday dhamaato marka waa inaad iska saartaa oo cagaha dhaqdaa can caliy ibn abi taalib qaal jacala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam thalaathata ayaamin wa layaaliihin lilmusaafir wa yowman wa leylatan lilmuqiim wa layaaliihin cali ibn abi taalib xadiidkaas imaam muslim baa soo saaray wuxuu yihi jacala rasuulullahi rasuulku wuxuu u yeelay muddo ahaan thalaathata ayaamin saddex maalmood iyo wa layaaliihin iyo habeenadoodi lilmusaafir qofka safarka ku jira wa yowman wa leylatan lilmuqiim habeen iyo maalin qofka magaaladiisa degan marka lagama badin karo musaafirkiina afar maalmood kama dhigi karo muqiimkiina maalin iyo habeen ka badan ma saxi karo haddii muddada ay dhamaato waa in laska saaraa oo cagaha la dhaqaawo ya waa in cagaha la dhaqaa waaye midka saddexaad qowluhu khalqulmamsuuxi caleyhi yacni in muxuu ahaa laska siibo kii la masaxay adaa iska siibayba
adigoon sii bugunin waad iska siibtay markaad siibtay cagihi oo qaawan bannaanka yimaadeen haddana waa ku cishanayaa waan gashanayaa mar laba si aan u masaxo maya markaasi haddaad weyso u baahan tahay waa inaa cagaha dhaqda faidaa labisa alkhufa uma masaxa calayh haddii lub khufkii qofka uu labisto ama iskaalsadii kadibna uu masaxo uma khalacahu iska saaro uma labisahu maratan ukhra mar labaad uu labisto laa yajuuzu lahu lmasxu uma banaan inuu masaxo wain kaana maa zaala calaa tahaaratin inkastoo uu tahaaro ku sugan yahay maxaa yeelay liannaha tahaaratu masxan walaysat guslan marka taas arintaas aad yani iyadana loogu baahan lagu baraarugo waaye inqidaau lmuddati wanazcu lmamsuuxi yubtilaani lmasxa waxdahu yani qofka muddada oo ka dhamaata iyo wixii la masaxayo khufeenka oo laiska saaro waxay burinayaan masaxidii bay burinayaan falaa yajuuzu lmasxu xataa yatawada laakiin macnaheedu maaha weysadiina waa iga jabtay maaha farqi baa u dhaxay yacni anoo weyse qaba ayaa iskaalsadii iska saaray marka waxaa iga buray masaxidii laakiin weysadii waa qaba anoo markaas cagahaygu qaawan yihiin salaad waa tukan kara weysadeydu waxa uu buraya waxa weeyaan yani masxigii baa buraya marka intaas yani muxuu ahaa marka daabitka saddexaadna waaba tilmaanayo inuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu habeen iyo maalin uu ka dhigay muddada qofka muqiimka uu masixi karo qofka kalena uu si masixi karo wuxuu ahaa musaafirka saddex maalmood iyo saddex habeen saddex maalmood iyo saddex habeen waaye baabul waxaan ku dareynaa insha allah weysada waxaa buriya weysada waxaa buriya baabu nawaaqid wudu baabkan wuxuu baab u yahay weysada waxaa buriya wa fiihi daabitaan laba qaacida isagana aan ka baran doonaa adaabit alawal nawaaqid alwuduui khamsa weysada waxaa buriya waa shan shay alkhaariju min alsabiilayn labada wado wixii kasoo baxa waa halka kaadida ka timaada iyo meesha saxarada ka timaada labadaas dhan wixii kasoo baxa weysay buriyaan ama kaadi ha noqdeen ama saxarada ama dhiig ka noqdo ama wax kale ha noqdo wixii kaadi wax kasoo baxaan markaas weysadii way burtay labo zawaalu lcaqli caqligii baa qofka ka tegay caqligii baa doorsoomay ama isaga maandooriye ha qaato ama sidiisu caqligiisu u tegay aw taqtiyatuhu caqligii baa daboolmay biiqmaain waa miir daboolmay yani wuu dhacay waxba waa ogaan waay yani ma garatay biiqmaain miirtaqdiyatu biiqmaain yani miir daboolan aw noomin hurdo ayuu caqligii ku tegay noomkaasoo mustaqriqin qofkii ma aragtay hurdadaasoo qofkii yani uu ku dhex maashooday yani hurdo uusan waxba ogeyn wey manaa mustaqriqa hurdo uusan waxba garanayn wax uu ogyahay ma jirin tan saddexaad weysada ku jabtana waxa weyaan masu lfarji cawrada oo la taabto bibaatini lkafi gacanta calaa casheeda gacanta baatinkeeda gacantaada xagga kore ee haragana waxa weyaan daahirka xagga hoose ee cadna baatin baa la yidhahda tan afraad aklu laxmi libili hilib geel qofkii cunana weysadiis way burtay waa inuu weysaysaa tan shanaad iltiqaau lkhitaanayn labadii gudniin inay istaabtaan ninkii ixaaskiisa oo ayaga ma aragtay yani hadday isu galmoonayaan labadoodii gudniin hadday istaabtaan weysadii way burtay haddii xataa intaas ay ku ekaato weysadii way burtay weysadii way burtay balse qubays baaba waajibayba sida aan arki doono tan lixaad aridatu can ilislaami qofka haddii waxay weysada ku jirtaa isagoo muslim ah haduu gaaloobo ee khalaas islaamnimadu haduu ka baxay maweysa meesha taal weyse ma taal adaabidu athani qaacidada labaad yaxrumu cala almuxdisi waxaa ka xaaraama qofkii ay ku dhacday xadathan asqar dhacdadii yareed oo tii weysada waajibinaysa weya salaasatun saddex shay
ayaa ka yani ka haarana yani qofki weysada ay ka jirto saddex shay baa ka haarana as-salaatu horta ma tukan karo salaad at-tawaafu kaabada ma tawaafi karo masl mushafi qur'aan kitaabka mushaf kana oo qur'aanka keligiisana ma masxi karo marka insha allah aan soo balbalaarin waxoogaa wax yar marka baabu nawaaqid alwudu' weysada waxa buriya naaqid waxa la yidhahdaa wixii oo kaa buriya ya yani ama weysadaadi wixii fasaadinayo weysadaadi waxa fasaadinayo kan kuwaad waxaan nidhi alkhaariju min assabiilayni labada wado wixii ka soo baxay labada wado alqubul aw dubur yani meesha laga kaasho ama laga saxaro labadaas wixii ka soo baxo weysadu way ku burtaa عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ نبي بوحيري قفكين صلاة دي صلى أقبل مايو مركة ويسدي سأجبته أو مسقل أو قاله يا إلا ويسيسته وقال رجل من حضر موت من خير حضر موت ويمن أيا وحو ويدي نبي ما الحدث مايا wuxuu weydiiyey abu hurayra weydiiyey mal xadas ya aba hurayra xadaska waa maxay uu nabigu u sheegay qaala wuxuu yihi fusaaun aw duraatun fusaaun aw duraatun labadaas ku mide waa neefta qofka ka baxaysa waa fusaaun aw duraatun yani neef oo ka soo baxda haddii neef ka baxdo qofkaasi weysadiisa way burtay marka يعني واحد صباح من نافع نقضه أم واحد دريرة يعني نقضه يعني حديث كي صفوان نوحان أرمي لكن من غائط وبول ونوم وحيا به بولينا ما أرتوين وحيا به ويسد بوليوي وردد إيه سحرة إيكادة سدوك وعن علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستعييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد أن يسأله فقال يتوضأ ويغسل ذكره علي بن أبي طالب أيا وحويري رضي الله عنه كنت رجلا مذاء وحالها من مدي بدن مدي وحال إلى ذا بيها بي كي ماذا قفك مركو الشهوة دريمة مركو قفك الشهوة دريمة ما مني مني ما بي يعني او كهرية مني ذا او يعني قفك كي ما ذا رجع دمر ويليه ويليه مركا وحور علي نن مدي بضم بان احا إيه مركا مسألة ذا سوى حرب إنا النبي قويد يسيا الأوغاد محال بعاي أرنتا سو مركا إيه محال لقي يليه ويسدي سي محال مقوني سا يا فاستحييت وان حشو ذي بويد محو حشو ذي wa wax laga xishoodo waliba cidda uu weydinayo waa soddogiisa nabi maxamed cali sallallahu calayhi wasallam gabadhiisii buu qabaa faadima ah marka wuxuu yidhi anigu waan xishoodayo wixii mas'alo ku tacalluqda yacni cawrada maadaama ay tahay fastaxyaytu an as'ala annabiya waxaan ka xishooday inaan nebigu weydiiyo limakaan ibnatihi minni gabadhiisa meesha iga joogto oo inay xaaskayga tahay maadaama ay xaaskayga tahay arrintaasoo kale inaan nebigu weydiiyo kala xishooday saxaabi kale oo miqdaad la yidhaahdo ayuu u diray wuxuu yidhi nebigu waxaad ii soo weydiisaa mas'aladaas qofkii sidaas ah muxuu samaynayaa fa qaala nebigu wuxuu yidhi yatawadda'u wayagsilu dakara waa weysiisanaya cawradiisana ugu dhaqaya dabcan way kala horreeyaano cawrada marka hore la dhaqaya markaasaad weysiisanaysaa macnaheedu waxa weeye weysadii way jabtay qofkii madi ay ka timaado weysadiis way jabtay waa inuu marka cawradii dhaqaa iska nadiifiya kadibna uu weysiistaa sidaa wey waa inuu weysiistaa oo maaratay yani halkaas taasaa laga fahmay maaragtay waay taasuna marka alkhaariju min assabiilayn taas baan maaragtay aan aragnay tan labaad waxa weye zawaalu alcaqli caqligi oo zuula waxyaabaha weysadu ku jabto wa taqtiyatuhu inuu daboolmo biiqmaamin عقلي با دبولا بيغما بيغما ان مير دبولا بيغما ان اوف كيو مير دبولا او نوم من ورد مستغرق مستغرق او نوم من مستغرق
hurdo qofkii uu aad u dhexgalayo usan waxba ogeyn markuu seexday. Xadiidkii Safwaan ibn Casaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, waxaan amri jiray haddaan musaafiriin nahay inaanan iska siibin qufafkeenna saddex maalmood iyo saddex habeen ilaa janaabo mooyaane, laakiin in hurdo iyo qaa'id iyo bowl hadday tahay inaan masaxno oo aanan iska siibin, yacni aanu markaan weysaysan iska masaxno waaye. Saasoo kale sidoo kale yacni inay hurdadu marka iyadana burinayso xadiistaas waa laga qaadanaya. Iyo xadiidkii isaguna xasanka ahaa akhrajahu Abu Daawuud iyo Ibnu Maaja iyo Axmed Sheikh Al-Albani xasan ka dhigay saxiix Sunan Abi Daawud, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, alcaynu wikaau sah faman naama falyatawadda. Alcaynu isha wikaau sahi, duburka yacni furaheedii wey ma garatay, faman naama qofkii seexda falyatawadda. Macnaha waxa weeye qofka inta uu soo jeedo haddee neef ka baxayso waa ogyahay, neef inay ka baxayso waa ogyahay, laakiin haddii uu seexdo hadday neef maantana ka socoto war maahay. Sidaa darteed waxaa loo yiri markii la seexdo hala weysaysto, maxaa yeelay wax kusoo dhaafay iyo wax aad adiga xaalkaaga soo ahaa war mahays. Marka alcaynu wikaau sah faman naama falyatawadda, hadalkan macnihiisu waxa weeye qofka intuu soo jeedo waa qof iska warhaya xaaladiisa, hadday wax ka baxayaan neef hadday ka socoto, laakiin mar hadduu seexdo wuxuu dareemaya ma jiro, ma garatay. Marka ma hurdada burinaysa weysada, mise waxa loo malaynaya qofka markuu seexdo uusan ogeyn, miday noqotaba adiga haddii qofkii uu seexdo caqligiisa uu tago oon waxba ogeyn, weysadiisa way burtay, weysadiisa way burtay. Tan saddexaadna masul farji bibaadin ilkaf, cawrada qofka inuu taabto cawradiisa ama cawro kalaba ilmihiisa haweeney ilmaheeda ma aragtay yani nadiifinaysa, iyo masul farji cawrada inuu taabto bibaadin ilkafi gacanta calaa casheeda, yani kafku waa weyaan gacanta qeybteeda hore oo baadinkeeda. Xadiidkii Busra bin Safwaan qaalat qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam man massa dakarahu falyatawadda, xadiidkaas imaam at-Tirmidhi abu daawud nasaa'i ibnu maaja sheikh al-Albani saxiix wey buu yidhi. Busra bin Safwaan waxay tiri rasuulku wuxuu yidhi qofkii cawradiisa taabta weysaysto. Abu Hurayrana radiallahu anhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam, rasuulku wuxuu yidhi idaa afda axadukum biyadihi ilaa dakari laysa duunaha sitrun faqad wajaba alwuduu, qofkiin hadduu gacantiisa uu ku taabto cawradiisa iyadoo markaa waxba u dhaxaynin mara iyo waxba u dhaxaynin weysaa ku waajibtay. Inkastoo xadiiskaasi waa daciif, imaam Shaafici baa soo saaray Daarulqudni mishkaatulmasaabi, laakiin macnihiisi kii hore buu la macno yahay. Ummu Xabiiba xadiiskeedi isagana oo saxiixa, man massa farjahu falyatawadda, qofkii cawradiisa taabta ha weysaysto, ya ha weysaysto. Way marka sidaasaa sax qofkii cawradiisa taabta ama cawro taabta inuu weysaysto. Tan afraad, aklu laxmi libil, geela hidabkiisa qofkii cuna inuu weysaysto. Aliya mas'aladan inay dadka ku cusub tahay, maxaa yeele madhabkeena Shaaficiga wadanka Soomaaliya in lagu weysaysto hidab geel ma qabaan, laakiin macnaheedu waxa weye taasi haddiiba xadiis yimid ya xadiiska la raacaya madaahibtu sideedaba in loo fahmo wey, qofka nin caalim ah oo ijtihaaday dadaalay diintana noo aruuriyey, waxaa laga yaabaa masaa-isha qaarkeed axaadiisteeda inayna soo gaarin ama axaadiistaasi agtiisa ayna ka ansaxin. Sidaa darteed maadaama uusan xadiiskaas soo gaarin ama isaga uusan saxiix u arkin inuu yahay oo markaasi ya, laakiin xadiisku uu saxiix yahay la ogaaday inuu sax yahay markii wajiyadiisa dariiqa uu ku yimid la ogaaday, cilmi dhan waay lagu kala soco axaadiista wixii saxa iyo waxaan sax ahayn, marka waxaa laga yaabaa inuu marka uu fatwoodo fatwo xadiiska khilaafsan. Laakiin yani muslimka, qofka muslimka markuu ogaado
مسألة حديث إنه كسو عراضي أما الدليل أي لغة دليل كإنه راعي واجب كأ آخر الويدين ما هي شافعي محد الراعي ويسي أما أبو حنيفة محد الراعي ويسي أما أحمد بن حنبل محاور راعي ويسي أما ابن مالك محاور راعي ويسي وحا الويدين يا النبي محمد محاد الراعي ويسي يا الويدين يا يا إلهي سبحانه وتعالى ولا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين يا وحال ويدين دون النبي عليه الصلاة والسلام ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم يعني مركة صدع اللغات مركة إن هيلب كجيل اللي هو يسيستو حكوا سعروري حديث صحيح جابر بن سمرة من صحابي إذا أن رجلا نبى سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي بويدي أأتوضأ من لحوم الغنم حدي هيلب أري أن عنه هو يسيستا قال إن شئت بيقول النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ويسيسو وإن شئت هذا دون تما لا تتوضأ كويسيسا قال وحيل أتوضأ من لحوم الإبل هي اللي بيجيله من كويسيسا قال نعم توضأ كويسيسا من لحوم الإبل كويسيسا يرمي على زمان حديث كان إمام مسلم بصوا صاري حديث كانوا سجن صحيحة أبو داود الترمذي أحمد يعني إسوس صاري شغل البان الحديث كاسو والصحيحي سجن وحيل يتوضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. هيلب كجيلة كويسستا لكن هيلب أرجع كويسستين. مركا سداس أي حوق بدن وقف كي مركا هيلب جيلة عنه أما هيلب كي وين حط أما سنبوسل هيلب كيس الشيدة هم لقبو أما هذا هيلب جيلة كسو قالوا ويسدا أسبانيسو. واي واي مثلا المركة وحكوش يا مركة التقاء الختانين لبدي جدنين حدي كل ما تاسولب قبيس بواجبنا يا قبيس أيوة واجبنا يا إذا ويسكر يا ما إن التقاء الختانين التقاء الختانين إن التقاء الختانين يوجب الغسل لبدي جدنين ك حدي كل ما وهو واجبنا يا قبيس كما سيأتي ذلك إن شاء الله باب الغسل بوعوت قدرنا عائشة رضي الله عنها إذا جاوز الختان الختانة وجب الغسل هذه قدنينك قدنينك وقدبه وقبيس بواجبه بتاع عائشة رضي الله عنها حديث خاص هو صحيح يعني وح الله وحي قبيس واجبية ويسن هو واجبية قاعدة أسقاطة وح الله وحي قبيس واجبية ويسن هو واجبية ترؤدن بيس الردة على الإسلام قفك الدين تأ كبحة ويسيز واجبت محايرة عمل كي سودان بابوري مركب مويسة حريس ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قاعدة اللبات مركب وحويا محاك حاران وقف كي ويسيز أي كجبت يحرم على المحدث قف كي يعني محدثك محدثك وحويا قف كي ويسيز كجبت حدثا أصغر يعني حدث ير أو حدث أصغر ووحي ويسجبي سدح شيء بك عن أبنانين كو صلاة صلاة إنه أبنانين وحقو دليلة إلهي صومتهم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة مركز دمع ذام إذا قمتم إذا أردتم القيام إلى الصلاة صلاة إنه تقول استاكتان مركز دمع ذام هي فغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية ويسجبي مركز صلاة لما تكنكروا ويس الآن دي ويس بي اللوائي وإلا بوريس بوريس ما عندنا لكن صلاة طهارة الآن لما تكنكروا طلبات الطواف طوافك استغنى ويس الله شرطية يا يعني ذات أهل العلم قار كم إذا وحين لا يجوز للمحدث أن يطوف بالبيت الحرام إلا إذا توضأ قف كهدي ويسدي سيكبرته ما طوافك ركعبة إلا ويسيسته واي حدي سوى طوافه طوافك نحن إذا ويسده كبرته معنى ذو حليه وإنه جوجيا أو بحا أو سو ويسيسته أو ماشي ويجوبته وكسي وضع عايش وحليه ضعي
إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. النبي وحي وري مركو كعبدي مكو كبلا بحيه وهو يسيسي كدما كعبد يطاف. حديث عبد الله بن عباس ويسجن صحيح النسائي ما أرتي إن شعبان كسرعي وعليا الطواف بالبيت صلاة بيت كطواف دي سوى صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام هيا شيء إلهي إن لحضل أيا الله بني أنت مركل الطواف هاي لك صلاة إن لحضل لما بني فلا تتكلموا فيه إلا بخير مربع دي هذا اللي قلنا بلادي هذا الخير عن كهلا يعني معناها سؤال قف علمي أدوي ديني السؤال إن الذكر إيوه ما واحد قرن ويسقف على ورئيسنا سيد لكن هذه هو الطواف هاي ها وصاحبك اسمع سؤالتان هذا ضد حمشة بالله وذكره وضد حمانيس سلاسي حمشة لا 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 سبحان الله يعني واحد كهر ليسان هنا قدر واحد خيرا وكي طوافك شرد وحقوقي هاي ما عرفتي إن لو يسيسته وحكى له جرى قول لبعض قلت لها يا شرد معها مركز للطواف إن لو يسيسته لكن وحوى ناكسا علماء رأي قابة وحنفية الرواية عن أحمد ابن حزم شيخ الإسلام السداسو دورتي شام خمسة على ابن عثيمين السداسو رجحي محايا لي شام عثيمين حولي هي لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير نبي مركو حجنا بقولكم دتك بدن بعصر راعي دت آتوا فربنا ومركز عمر إنسان أي مركو حان شك لهين دو حاسو دلا مركي طوافيان إنه سنقف أيه كم أنتوا ويس أنتوا طواف كجري ويس ده هنا كجبن عقلك ما قال لك هذا احتمالك وحويان إيه دتك قار كم ده ويس ده أي كبوري كرتو أنا كجبي كرتو حدث نبي قال مو أنا أمرين يعني قف كي ويس ده كجبتو حدا حب حواسو ويسيستو سيدا درتد لابدا قول باكوجرا يعني وحا واناكسن مركا لطوافي إن لويسقب إيه وحا واجبة مركا لطوافي إن لويسقب هذه مركا بهذه لابدا لغوم رمي ديسكوي أدو ويسقب طواف هذه أي كابرتو أما أي كاجبتو ويسدي هذه هو طوافي أو أنت جوجي سوسو ويسيسو أردا أنا ماشي كودو وادي يلي كرتا حدي أر رأي كان كله أولي بينه أسيب حب بدين يعني علماء قال أي قبان يعني مركي وش يكون لمن هذا ويسيدي كاجب تأذى ما يصيرتو أذى ما يصيرتو يدنا وا وادي يلي كرتا مركا ثان كلام مسؤول مصحف قرآن كتاب شديس قرآن ك مصحف ك أو صافقة أو شرح يعني كل جرين أما تفسير كما مصحف قرآن كليا قرآن كحرم وليه قفك ويصدق بقى يا والطاهر كا أي تعبناي يا قفك الطاهر أي تعبناي نبي عليه حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن هل أهل اليمن في أقرى وقد ألا يمس القرآن إلا طاهر قرآن كي نتعبن إلا قف طاهر المويانه القرآن كم يعني لكن من الآخرين كان أذن طا يعني أذن طاهر أنه ويسقى من ها وآخرين كتاب قرق وآخرين كتاب لكن مصحف كي عطابني مرك هالك سوا أوجبحني أوجبحني وحيابه يجنا ومحوها ويسد بوريناي هالك أوجبحني إن شاء الله عشر كأنه ما أنت هالك ينو جوجا إلا عشر كدم قبيسك هي أحكام تيسا يوحي مارت النحريرة الكاينو جوجو بارك الله فيكم إن شاء الله هذا الكاسو عشر كان كو استاجي دونا أن جوجينو تبارك الله